فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان راعي هذا المؤتمر ممثلا بمعالي وزير الإعلام الأستاذ وليد الدعو. سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة أنجلينا إيخورست، أصحاب السعادة السفراء والمعالي، أصحاب السماحة والسيادة، المدراء العامون، حضرة ممثلي المؤسسات الشريكة في هذا البرنامج، مؤسسة أنا لينت الإيرو متوسطية للحوار بين الثقافات الممثلة بسعادة المدير التنفيذي الأستاذ أندرو كلاريت، وجامعة سيدة لويزي الممثلة بالأستاذ الدكتور زياد فهد، واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الممثلة بحضرة أمينتها العامة البروفيسورة زهيدة درويش جبور، حضرات المشاركين في المؤتمر، مدربين ومتدربين، الحضور الكريم. ينعقد مؤتمرنا اليوم والعالم العربي يمر بفترة زمنية اختلف الخبراء والسياسيون على تسميتها، ولكنهم اتفقوا جميعا على دقتها وخطورتها. فترحيبي بكم أيها المشاركون في هذا المؤتمر وسعادتي بأن نستضيفكم هذا الأسبوع، وسعينا لكي نقدم لكم أفضل ما يمكن من مساحة لبناء القدرات وتبادل الخبرات، مقرون بشيء من الخفر والهم لما زالت تعاني دولنا من جراح نازفة ومخاض اجتماعي وسياسي وحتى حضاري يكاد يقضي فيها على جنين المواطنة قبل أن يبصر النور. أتهيب الخوض بالحديث عن المواطنة والتنوع الثقافي ونحن لا نزال نرى متألمين استمرار النزف واستشهاد الأبرياء في ليبيا، حيث يكاد يطغى الصراع على السلطة والنفوذ على أحلام أبناء هذا البلد الطيب بطي صفحة الماضي وبناء مستقبل واعد بالأمن والعدل والحريات. والمشهد في تونس ومصر لا يخلو من القلق على المكتسبات الديمقراطية للثورة إذا ما تحول التنافس السياسي إلى انقسام عمودي يقضي على العقد الاجتماعي وثقافة العيش معا. وفلسطين لا تزال تعاني من بخل المجتمع الدولي للاهتمام الجدي بقضيتها العادلة وتأمين حل لها. وماذا أقول عن سوريا؟ سوريا المدمرة التي تبكي موت ما يفوق 100,000 من أبنائها، والتي أثخن العنف جسمها الاجتماعي بالجراح والألام العميقة. ولبنان أيها الأحباء ليس بغريب عن هذه المأساة، إذ أننا نسير في نفق تحلل الدولة ومؤسساتها، وقلبنا على المجتمع ألا يسقط في هوية الصراع المذهبي والطائفي البغيض. والدول الباقية المشاركة في هذا المؤتمر ليست ببعيدة عن هذه الأزمات. لا تستعجبوا من كلامي هذا، فهو لا يهدف إلى نشر جو من الحزن أو الإحباط على اجتماعنا، بل على العكس أريد أن أقول لكم بأننا إذا قبلنا في مؤسسة أديان تحدي تنظيم هذا المؤتمر في هذه الظروف الصعبة، وأعلم كم عانى الفريق المسؤول للوصول إلى هذه اللحظة، هو لكي نحمل معكم هذه الرسالة التي تقول بأن المواطنة ليست ثمرة الاستقرار والأمن والديمقراطية والحرية والعيش بسلام، بل هي السبيل للوصول إلى كل ذلك. فالمواطنة لا تعطى كهدية تحل كل هذه المشاكل، بل تبنى يومياً بالجهاد من أجل العدل والسلام والخير العام. فالمواطنة ليست بترف محصور بالمجتمعات المتطورة، بل هي السبيل للخروج بمجتمعاتنا من أزماتها المزمنة والمستجدة. أيها الأحباء، لقد تحققت في العديد من الدول العربية بعض المكتسبات من الحقوق والحريات التي تشكل العمود الفقري لقيام دولة المواطنة، ولكن البناء لا يكتمل
إلا ببناء المواطن المسؤول عبر المشاركة الفعالة في الحياة العامة من جهة، وبناء المجتمع من جهة أخرى، على إدارة العيش معا بين أبنائه على اختلاف تنوعهم الثقافي والإثني واللغوي والديني على أساس القيم المشتركة. فالوصول إلى المواطنة الديمقراطية والمستدامة يقتضي بناء المواطنة المابين ثقافية التي تجمع بين القدرة على تأمين الحقوق لجميع المواطنين بالتساوي، وتطوير الحياة العامة على أساس التفاعل الثقافي الذي يجعل من التنوع مصدراً للإثراء المشترك. إن السبيل للوصول إلى هذه الأهداف يكمن في تفعيل التربية على مختلف مستوياتها، ونشر الوعي وبناء قدرات المواطنين التشاركية، وإذ نعلم بأن الفئات الشبابية تمثل أكثر من نصف السكان في المجتمعات العربية، ندرك أهمية هذا المسار التربوي وإمكانياته الكبرى في التغيير عبر المخزون البشري الشبابي. إن العالم العربي بصوت شبابه يستصرخكم ويمد اليد إليكم لتنتشلوه من ظلمات التقوقع والاصطفافات القاتلة والثقافة الملتبسة والإيديولوجيات القومية والدينية المستبدة، ولكي تنهض به عبر التربية نحو المواطنة الحاضنة للتنوع التي تجعل من السياسة تنافساً على خدمة الوطن والمصلحة العامة بدل أن تكون تنافساً على الوطن ومقدراته، والتي ترى في الآخر المختلف ثقافياً أو فكرياً حافزاً للتفاعل والانفتاح على آفاق إنسانية جديدة بدل أن يكون معتبراً منافساً لوجود التاريخي أو الاقتصادي أو الديني. والمواطنة التي تعتبر الوطن مشروعاً يبنى معاً بالتضامن والتكافل الاجتماعي بدل أن يكون ساحة لتحقيق أحلام أو أوهام إيديولوجية كانت أم دينية، كل يصنعها على صورته ويسعى لفرضها على الآخرين. والمواطنة التي تنظر إلى الاختلاف بالرأي كفرصة لتوضيح المواقف والإصغاء إلى هواجس الآخرين والارتقاء معاً نحو حلول تنظم الخلاف ديمقراطياً وتوطد التماسك الاجتماعي بدل اللجوء إلى العنف والاستقواء بالخارج لفرض معادلات تلغي الآخرين. الموضوع شائك أيها الأحباء، وتحديات كبيرة، ولكن ثقتنا بكم أيها المشاركون في هذا المؤتمر هي كبيرة أيضاً، وإيماننا بالحق راسخ، وخبرتنا خبرة مؤسسة أديان تعلمنا بأن المثابرة والمهنية في العمل تؤتيان الثمار في حينها. لذلك نفتخر بأن نكون اليوم معكم ومن خلالكم في الخطوط الأمامية للصراع على مستقبل بلادنا العربية، لنساهم معاً بتطوير الممارسات والسياسات التربوية على المواطنة والتنوع الثقافي، بعد أن حققت أديان شوطاً مهماً من ذلك في لبنان بفضل التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء. أريد في الختام أن أنهل من إرثنا الثقافي العربي المشترك لأستعير بعض أبيات للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي الذي غادر الحياة وهو لا يزال في ريعان الشباب، وأقتبس من قصيدته الشهيرة قائلاً: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، أبارك في الناس أهل الطموح. وأقول ذلك وأفكر بكل المشاركين في هذا المؤتمر: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر. فبالتعبير عن إرادة الحياة الصلبة هذه، والتي أراها في ملامح وجوهكم وعبر تصميمكم على مواصلة مسيرة البناء بوجه كل قوى الحقد والهدم، أود أن أختم كلمتي متمنياً للمشاركين النجاح، وشاكراً الحضور الكريم على تشجيعه،
ولفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان شكر خاص لرعايته السنوية لمؤتمرات أديان الدولية لما لفخامته من قناعة ثابتة بدور لبنان الريادي في هذا المجال والسلام عليكم.